الحلبيه ما فيها شيء. ما لا 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 انا بوقف. خليك قاعد ما جينا وجينا وجيناكم، الله محيي ملقاكم، وين ما رحتوا وين ما جيتوا، الله محيي ممشاكم. نمشي نمشي وياكم، الله يهون مسعاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا، محلى الجمعة معاكم. جينا وجينا وجيناكم، الله محيي ملقاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا، محلى الجمعة وياكم. هون ما بدنا نحكي. كيف ابوك؟ والله الحمد لله رب العالمين، الحمد لله تمام بخير. يعني واحد بيقول لك من عرس لعرس. نعم ما؟ نعم طبعا، وكل عرس له قرص. طبعا كان كل عرس له قرص يا حجي. بس هون المصورين والمهندسين الصوت والفنانين المطربين وال يعني لهم جو خاص. كله له خاص حجي، كل شيء له شيء. يعني كل شيء له شيء. بس لساته جو حلبي. ما حلب بحت. بحت ما حلب بحت احي. مين في من المطربين هلا اخذ مجده اكثر شيء هون باسطنبول؟ الله هون موجود استاذ محمد عدهم كلهم. ايه عبد الله كيون كلياتهم. استاذ محمد فؤاد. ايوه استاذ محمد ابو الورد. احمد بدوي. عبد الله الاسمر. اللهم صل على سيدنا تاج الدين مغربي. هذول كمطربين. انشاد الاستاذ عبد الناصر حلاق. عبد الله دنبره. في كتير يعني الحمد لله رب شعب حلب اجى لهون كله تتر باله هون اجى. هو انت نسيت واحد بس ما راح اذكرك فيه. وقف اتذكر الا بتذكره لازم اتذكره. اللهم صل على الحبيب محمد. والله تبدا حالا باري عم يطلبوا غالي ما بالحفلات و... يا اخي اساسا غالي لانن ايه وفي مين عم يدفع؟ ايه طبعا الدياكون مجدره تكون مدعومه برش عليها في عوجه. لكن مثل حلبية طبعا. اللي هون شو في اليوم؟ اليوم والله في هيك سهرة حلبية مرتبة ومع الفنان الأستاذ محمد أبو الورد. أي نعم يعني اليوم الشغل كله عنده الأستاذ محمد أبو الورد. نعم الفنانين الأصواتهم الجميلة جدا. هلأ حاولوا كتير مثلا يعني الحلبية الحماصنة دمشقيين يعني أكثر من إنه يعملوا سهرات باسطنبول يعني اجتماعية ملتقيات بس ما عم تزبط. عم تقتصر بس هيك على إنه والله اجتمعنا وفي مناسبة عرس بس يعني أكثر من هيك ما في. لا يعني ما عم تصير. بالنسبة للأعراس اختصاص حلب. بالنسبة للأعراس للفنانين للعازفين هذا حلب. أيوة. قولا واحدا يعني حلب أم الطرب. مزبوط. هلا هي مسيطرة يعني ما فيك تقول يعني حتى لا زال يعني ضمن سوريا وهون كمان مسيطرة يعني فنانين حلبية وعازفين وجو تراث غني وأصوات كثيرة. نعم نعم يا سيدي نعم. قدك المياس يا عمري يا غصين البنك اليسري. قدك المياس يا عمري يا غصين البنك اليسري. انت احلى الناس في نظري جل من سواك يا قمر. وانا وحبيبي بجنينة والورد مخيم علينا. وانا وحبيبي بجنينة الورد مخيم علينا. وانا وحبيبي بجنينة الورد مخيم علينا. طلب مني وصاله يا ربي تستر علينا. قدك المياس يا عمري يا غصين البنك اليسري. قدك المياس يا عمري يا غصين البنك اليسري. انت احلى الناس في نظري جل من سواك يا قمري.
اخذ راحته عبده كزاره مو هون. لو كان هون عبده الموضوع مختلف. عبده كزاره اذا بدنا نغني له شو؟ اعتبره عريس. لعبده كزاره؟ ايش نغني له؟ ايه شيء كانت ايام. حب حبني هين وهين شو هالجزاره؟ جيت اشتكي عزين عبدو كزارة يا خيو عبدو كزارة. تحية حلوة لأبو علي ما في منه والله مهندسنا الصوت ووردة فرقتنا أمايلة عالغصن عيني سمرة زابتينا احرق جيلي بالهوى يا ما شو عمل الغصن عيني سمرة سابتينا. شو صار؟ شو صار؟ شو صار؟ يا مشام ريحه نغمي على نغمي على مقام ولا لا. في عنا شخص بالفرقة كل ما بنشوفه هيك ما رح نذكر اسمه من الضحك لا إرادي. كتير منيح كتير منيح. ليش بقى هيك عم يصير؟ والله يا استاذ محبه هي والله والله محبه الحمد لله. لو ما تحكيت لأيه نضحكوا الله. بالنسبه لألي انا الحمد لله يعني هيك استاذ محمد بيعري وهون بحفلاتنا باسطنبول الحمد لله هيك لي يعني لي ميزه خاصه بحضور يعني كمان. حضور والحمد لله كثير الناس تنبسط وقت اللي بكون انا بنوجد باي فرح. ولا بتسأل حالك يوم من الايام انه انا ليش هيك عم يكونوا مسرورين بدون ما والله بالعكس انا يعني انا هالشيء كثير بنبسط فيه يعني اغلب الحفلات استاذ الحمد لله بنطلب طلب. والاستاذ محمد ابو الورد من الناس اللي اول ما بيجي حفله وضح زينه بالقائمه. ما في يعني بالعقد بيكتبوها؟ لا لا العقد ما في. لا لا يعني العقد لو كان شفهي وين وضح؟ ابدا 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 يعني الاستاذ محمد الفنانين هون اللي باسطنبول بشكل عام يعني الحمد لله. طيب هذا بالبيت وبرا هيك انت وضح ولا بس برا؟ لا والله والله الله برا اكثر يعني مرح اكثر شوي. في البيت الله يخلي ولادي عندي 6 أولاد بدهم الله يتحملوا يعني. قديش اكثر واحد عمره؟ والله البركه عندي الله الكبير الكبير 17 سنه. اها معناته يعني انه عم مستوعب الحاله. لا لا هلا مستوعبين الحمد لله يعني ايش بدك تساوي يعني. وعندي كمان ولادات صغار يعني هن ساكتين لك؟ والله ساكتين والله. ايوه اي والله ساكتين والله بس برا بكون مرح اكثر. معناته ولا قديش بيشتغل بالبيت؟ معناته عامل لك مشغول. انا ما بقدر يعني يكون انا وضاح بالبيت. اي نعم اي نعم. فبالمطبخ وبرا وجوا ومدر هلا مطبخ يمكن ما بشوف بتدخل بالمطبخ يمكن من يومين هيك. انا من الناس اللي كثير بحب الاكلة البطاطا وكذا. أيوة. انا بقوم باشرف عليها. ايوه ايوه وكزبره وما كزبره وهالامور هي اكله حلبيه انا عندي هي مفضله الصراحه. اي نعم هي على سيت المطبخ يعني بس غير خط. لا كزبره خضره ولا يابسه؟ لا يابسه. ما بصير خضره. يعني مشكله ما انه شيء واضح يعني. سياسكو شو بطل الله مخلص شيء واضح يعني مدلل حاله. هو هي اكله بحبها والله هي من ايام هي اكله بحبها قام سواها بس بغير اكله مو دوره بالطبخ مو دوري على مزاجه يعني لا دوره في الجلي يعني هي الشغله اللي بتكون خفيفه وبالنسبه لي سهله يعني مدلل حالك. اي هي الحمد لله رب العالمين. طب انت بتدلل مرتك؟ هلا والله هي يعني على اغلب الاحيان يعني بالنسبه بشكل عام بالبيت طبعا ما بكون انا انه بما معنى مرح اكثر برا. في شوي في البيت بس برا سبحان الله يعني شوفت هالشباب ما بعرف مثل بيعطوا مفاتيح يعني للشغل ما الله. هو ابو احمد انا ايش اللي يضحكنا نحن عم نغني؟ ابو احمد هو بيشتغل معنا مو عازف ايقاع اي قارع طبل ومقدم حفل. فهلا عم برد معنا كورول شايفين شيء جديد علينا. هذا اللي خلانا نضحك. عم يورطوك يعني؟ اي والله والله اي ورطه. نعم بتساوي شيء بس بدون حكي. ما والله والله انا مثل ما مثل ما تفضل الحمد لله بتقديم الحفلات وجوي بس انه ضحك ابو عبده بالنسبه للقران ما وخطي بس طلع معي اشتغلت يعني السلامات. حلو اذا واحد بيقدم الحفله وبيعرف هوا الناس شو بدها وكذا وبيطلع هيك ظريف الحمد لله. ايه هذا الاستاذ محمد وبشكل عام الفنانين باسطنبول بيعرفوا يعني بيعرفوا الترتيب اللي انا بقوم بساويها يعني والناس بشكل عام بتكون ممنونه ومبسوطه
هلا في شيء 3-4 باسطنبول اخذين هي القصة يعني لا. بيطلعوا بيحكوا كذا بعدين بيطلع المطرب مين اشطر واحد او مين اللي اكثر واحد اخذ سولد يعني بالنسبة للفنانين؟ ايه يعني بتقديم الحفلات وال... انا والله يعني ما رأي اقول لك انا من ناحيتي انا لا يعني في عالم هن بيقيموا انا ما بقدر بقول لك انا اكون بالمرتبه الاولى لا بس في عالم يعني قلت لك بالاماكن اللي الله بكرمني فيها بس يلاقوا وضح زينه الحمد لله باذن الله بدي يطلع العرض ناجح طيب بس ممكن يكون في احسن مني انا ما بعرف طيب اذا حاولت هيك تعمل نصيحه او نقد انه يا ريت انتم وقت اللي بتقدموا الحفلات تنسوا هي القصه تعملوا شيء ليش هيك عم تسووا في هيك شيء الله والله يا استاذ حسب بقى كل واحد هو والهنك تبعه شلون تقديمه ترتيبته يعني ما بقدر بقيم اذا ما شفت في عينك انت يعني يعني انت عم تقول لي شفت بعيني اكيد انت متابعهم انا متابعهم ايه؟ والله انا متابعهم هلا في انا والله بعجبني يعني ابو فيصل معاذ بعجبني انا برايي هذا بالنسبه كمان عازف طبل ومقدم حلو ايه شو بيغلطوا او شو بيخربطوا احيانا او ما بينتبهوا المقدمين الحفلات بشيء يعني انه بيبين عليهم بالنسبه للاغلاط كثيره يعني في بعض اللي عم تتفضل عليهم ايه بتلاقي المقدمه ما بيأديها صح المطلوبه الاذاعيه تقديم التلبيسه يعني ايوه ما عنده لا بس بالنسبه ذكرت لك انا في عندك اخوي علاء زينو كمان نسيته انت حالي ما بدي ذكرك فيه لحالي خلي ورطك انا لا لا لا, 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 لا بالعكس والله انا بالنسبه لاخوي علاء من ايام حلب الفضل لله ولا له مشيت على اسمه صراحه سمعان بالدوشه واللوشه دوشه ولوشه دوشه ولوشه نصوات يعني كثير الله يعطيك العافيه الله يعافيك يا رب اخر مره بتذكر كنت عم تشتغل قصه العلاقه بالالبسه تجاره الالبسه نعم تجاره الالبسه وصلت لا الحمد لله رب العالمين ساتي عليها شغالين الحمد لله وين والله من هون احنا بناخذ بضاعه نشحن لدول العالم المانيا فلسطين هالمناطق هي ايوه والله حلو يعني في توسع يعني اكيد الحمد لله رب العالمين شو اليوم حضران انت كانه عرس داعينا اي والله حلو حلبيه عرس حلبيه اي والله الحلبيه اذا وجدوا بمكان هو مبين عليه عرس فما بالك اذا عرسوا فيه اي والله محارم بيضة و غير شكل طاسه سخنه طاسه بيرده ذكرتني انه في حدا كان نواحيكم بالسوق المصري او كذا في صديق بيشتغل نعم بالفضه ايوه بعبارة الذهب نعم طب مين في ست سوريه هنيك عامله مشروع كانت في ست سوريه عملت تجاره البسه اصدق بالله لا ليه ايوه تجاره البسه عندها بنايه بتاجر بالالبسه فيها نعم يعني عندها طابين ثلاثه مبنى ما شاء الله نعم اي والله ما شاء الله عليها ايه ومؤسسه كل شيء وصل لزمان نعم نعم وبس مو على مستوى بس تركيا يعني هلا هي عم بدأ مستوى تركيا ولكن صار السياح يجي ياخذوا من عنده مثلا ايوه حتى في اشخاص مثلي بياخذوا بيسحبوا من عنده لبرا طب يعني الناس يعني في ناس كثير بتتصل فيك انه هن بدهم ما هيك بضاعة نعم. شيء على التسويق الشبكي او هيك شيء وفي شيء بال اكيد هلا اول شيء ببلش على التسويق الشبكي بعدين شوي شوي الزبون بقوى مع علاقتي معه بصير خلص علاقه دائمه بيني وبينه الزبون عندي مثلا شخص بالمنطقه الفلانيه هو بيعرف انه انا موجود باسطنبول مثلا بياخذ من عندي بضاعه بصير دوام بيناتنا هذا الشيء زنقلت ولا الحمد لله رب العالمين هلا الانسان بيمشي درجه درجه ما بيقدر يطوف خمس درجات خمس درجات واذا انسان عانى ما حدا بشوفه لما بصير الكل بلومه بقول محظوظ طيب ما بيعرف تكون واحد اذا عم بيشتغل صح ولا لا ايه هلا المحظوظ هذا خارج القصه يعني أكيد. انه حظ اجته ضربه اجته هذا كله من عند رب العالمين بس لما الانسان بيشتغل على حاله بنلغي كلمه محظوظ يعني الانسان لما بقول يا رب وبنويه صح الله ما بخجله بس هو التعب اللي تعبتوه وتفاصيل الحياه فيها ما بتقولوها للناس لانه أكيد. بتحس انه يعني أكيد. ضعف يعني اكيد اكيد خلاص اكيد انا وصلت صرت اكيد نعم نعم وقت انت تمر مرحله ضعف ما حدا بيعرف ما حدا بيدرى فيك لانه في شيء يعني خلال خبرتك لو كانت صلي تقريبا سنتين سنتين نعم قطع شوط منيح يعني الحمد لله رب العالمين نعم في شباب سوريين عم يفكروا بنفس القصة وبيشتغلوا في كثير شباب فكروا وفشلوا مع الأسف أسبابها توفيق من عند رب العالمين ومشوا بطريقة خطأ يعني ما عرفوا يتصرفوا كثير تسرعوا يلا إن شاء الله على الخير بوقت تاني بنشوفك وبنزورك إن شاء الله يا رب أهلا وسهلا أهلا وسهلا فيك الله يسلمك يا رب الكناري انت كمان من هواة الكناري واللي عم يقنعك بالكناري لا والله بس بيحكي لي على العصافير وعلى ايوه ايوه والله في احلى يعني الحديث عن العصافير نعم والله في احلى عصافير
معناته عندك خبرة أنت. والله لا والله بس بحبهم. إيه؟ أما هو الخبرة هون، أنا بحب العصافير. أيوة هون. هلا عم بسأله إنه بدي أجيب أخليه يعلمني أخذ منه معلومات. هون شيخ الكار. إيه هون شيخ الكار. هلا كنا عم نتفرج هون على المنظر. إيه هذا هون عندهم يعني الصغار بيجوا بيتفرجوا يعني صحيح متواضعة بس ظريفة. إيه. عادي اللي هي شو اسمها هي شو اسمها عم بقول له هي. إيه. شو أوضاعها وهي شو أوضاعها. تراك عندهم هي الهواية يعني إنه. إيه يربوا. إيه بس إن بيختلف الاسم عنده. ايوه بس الاسم مثل عاشق معشوق هن بيقولوا له محبات. هلا في ناس بتقول لك ما بدنا نجيب عصفور على البيت بصير بده ام داره وبده شغل وبده بالفعل بيحبوا يشوفوا العصفور بس ما بدهم يخدموه. ايوه بدك تجيبه ما بدك تتعدى بخطيته يعني انه بده داوي بتعرف شو بده بصير معه كل شيء لان هو واذا واحد شاري شيء غالي كمان بيروح هيك بصير له شيء تعتب خطيته راحوا المصاري وراح اللي اغلى شيء شو الحساسين ولا الكنارات ولا والله كله على حسب تربيته يعني سؤالي مو يعني ما له علاقه بالمهنه يعني مبين انه في اميه إيه شو لازم اسال انا هلا كل شيء فيك تساويها شغله عاليه وفيك تساويها عاديه ايوه عرفت شلون اذا بتنصح يعني ست بيت بدها تحط هيك قفص وكذا ما بيكلف كثير ولا بده شغل كثير ولا بده كذا شو هي على حسب انه شو المرغوب يعني هو اللي ما بيعرفوا بيعرفوا انه في عصفور صوته حلو هو الحساسين عالم الكنارات عالم تهوى العاشق ومعشوق اللي بيعرف اللي بس اللي ما بيعرف ما بيعرف عاشق ومعشوق بس ما فيه صوت يعني ولا فيه زقزقة حلوة عشو المعشو صوتهم هيك قاسي ايوة ايه. هيك بتحسون هيك زقزقوا زقزقوا وهي منظرهم يعني. حلو بس بيبعبعوا ايوة ايه الطف شي يعني هيك الطف شي الحسون الحسون ايه هلأ من بعد الحسون ما في شو بيسوى الحسون حسب شو بيحكي ايوة اذا كان مبتدئ يعني 300 ورقة 350 ورقة والقفص القفص كله شغلته 100 ليرة يعني مو شغلة لا مو شغلة كبيرة وطعمه يوميا يعني وكذا ومي وبده ايوه الواحد بيتسلى يعني كل شغله لها شغل هلا الحسون بده تهدايا اول شيء ويبالف عليك بعدين ببلش هو بالزقزق وياخذ ويعطي وفي عالم تفلته من القفص بوقفوا على كتفه بيمشوا بالشارع وما بيتركه افضل شيء الحسون افضل شيء الحسون ايه ايوه بالصوت وبالكل شيء طيب بالفرق العراضه باسطنبول انه اللي اخذ الاول أبتيم أبو تيم وين أبو تيم؟ أبو تيم قاعد هنا شيخ الكار شيخ الكار مو لابس الله يعطيكم العافية مو لابس اليوم مو لابس طقمه يعني شوي شوي يعني بس تبدأ الحفلة برتب إيه والله هو دائما المايسترو بيكون وضعه غير مختلف إيه بيطول ليلبس بيطول لي يعني بتعرف أكثر واحد بيقبض العقيد اللي عندنا يعني أكثر واحد بيقبض معه أكثر واحد بيقبض الله يعطيكم العافية جينا وجينا وجيناكم الله محيي ملقاكم وين ما رحتوا وين ما جيتوا الله محيي ممشاكم نمشي نمشي وياكم الله يهون مسعاكم وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة معاكم جينا وجينا وجيناكم الله محيي ملقاكم وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة وياكم